الإجراءات الخاصة بمواجهة موجة الجفاف، أكد وزير الموارد المائية مهدي الحمداني أن الوزارة حريصة على توزيع المياه بشكل عادل بين المستفيدين في ظل الشح التي تعاني منها البلاد. الحمداني خلال زيارته محافظة بابل أوضح أن الوزارة تعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه عمل مشاريع الإرواء في المحافظة وبقية المحافظات، مبينا أن العراق يعمل على تأمين الحصة المائية العادلة من دول المنبع وتعزيز الإطلاقات المائية. نعمل على توزيع المياه بشكل عادل على الجميع المستفيدين. اطلعنا على الكثير من المشاكل والمعوقات التي تحول يعني دون تنفيذ بعض المشاريع، وجهنا دوائرنا، هناك تنسيق عالي المستوى مع الحكومة المحلية متمثلة بالسيد القائم مقام، هناك تعاون في موضوع رفع التجاوزات. كان من المفترض أن يزور العراق المبعوث الخاص الرئيس التركي حسب ما تم إعلامنا من وزارة الخارجية لمناقشة الشحة المائية التي تحصل في كل المنطقة، وذلك وأيضا التكلم حول حصص العراق المائية، الحصص العادلة والمنصفة. زارنا وفد من الجمهورية الإسلامية من متمثل بالسيد نائب رئيس الجمهورية الإسلامية، ووعد أمام رئيس وزراء ووعد أمامنا أنه سيزورنا الوزير المختص لوزير الطاقة لمناقشة الروافد المشتركة. معالي وزير الموارد المائية المحترم والكادر المتقدم في الوزارة لزيارة مديرية الموارد المائية في مشروع المسيب للاطلاع على الواقع الأروائي في مديرية الموارد المائية في مشروع المسيب، حيث تضمنت الزيارة زيارة عدة جداول مهمة ضمن مشروع المسيب وإيجاد الحلول اللازمة لها.